السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي للجميع من ألمانيا بفيديو جديد. هلأ بدون جدل والكل متفق أنه الجميع عايش في ألمانيا وما حدا محتاج للثاني، يعني ما في هون ديني 10 يورو 20 يورو. الكل عنده يا معاش يا راتب من الدولة أو عم يشتغل أو ميسورة أحواله، هذا ما في عليه نقاش. اليوم بهذا الفيديو رح نناقش أو نتناول موضوع وين في أرخص مدينة في ألمانيا وين بتكون أغلى مدينة في ألمانيا. طبعا الجو بارد حقيقة شوي، يعني كان في مطر شوي اليوم بعدين تحول لهوا، العاصفة عم تجي شوي شوي، ما بعرف العاصفة عم تجي من بريطانيا. الجو يعني في ألمانيا متقلب، شوية شمس أكتر هوا مطر، يعني شكل ملون. ما علينا، نحن ما بدنا بالجو. طبعا انتبهوا على حالكم بهذا الجو البارد. وين بتكون أغلى مدينة للعيش في ألمانيا؟ طبعا إذا بنقول أغلى مدينة بنذكر السكن، الكهرباء، المي، التدفئة، المواد الغذائية. ممكن تكون المواد الغذائية ممكن تكون تقريبا الأسعار نفس الشيء سواء في شرق ألمانيا أو غرب ألمانيا أو جنوب أو شمال ألمانيا، بتكون نفس سلسلة المتاجر على سبيل المثال مثل غيفي، آلدي، ليدل، إديكا، نفس الشيء تقريبا الأسعار، ولكن أسعار السكن بتختلف، التدفئة، الكهرباء، المي، تكاليف الدراسة كمان، الأطفال، المواصلات، يعني هاد الشركات الهواتف، الإنترنت، يعني هذا ممكن يكون في اختلاف. فهون نستنتج أغلى وأرخص مدينة للعيش في ألمانيا. هلأ إذا أجينا لأغلى أماكن العيش في ألمانيا بحسب المعهد الاقتصادي الألماني وإحصائيات رسمية راح تشوفوها، يعني حاليا مصر معاكم في الصورة. أغلى مدينة للعيش في ألمانيا ممكن تكتبوا بالتعليقات قبل ما نبدأ بالإحصائيات، ممكن تكتبوا بالتعليقات شو رأيكم حول أغلى مدينة للعيش في ألمانيا وين بتكون. عم تكتبوا، كتبوا بالتعليقات. أوكي، أغلى مدينة للعيش في ألمانيا هي في ميونخ. نعم، اللي كتب ميونخ إجابة صحيحة. ميونخ في بايرن هي أغلى مكان للعيش في ألمانيا. طبعا بتكون في ميونخ يعني تكاليف المعيشة غالية جدا، غالية جدا جدا جدا. السكن كمان غالي مثل ما قلنا، ممكن المواد الغذائية تكون نفس الشيء بالمقارنة مع مدن أخرى، ولكن في معايير بيعتمدوها في تحديد أغلى مدينة للعيش في ألمانيا. أهم شيء السكن، يعني بيكون سكن عالي جدا أصدقائي. بالعادة بالمدن الكبيرة مثل ميونخ أو برلين أو يعني فرانكفورت بيكون السكن غالي جدا بالمقارنة مع المدن الصغيرة أو الريفية أو القرى. كمثال مثل المكان اللي أنا عايش فيه حاليا، هذا المكان بيكون على أطراف المدن الصغيرة، وهي المدن الصغيرة بيكون تابعة للمدن الكبيرة، يعني بتكون بعيدة شوي 50 كيلومتر 60 كيلومتر 70 عن المدن الكبيرة. فهون بيكون السكن أرخص بالمقارنة مع المدن الكبيرة. طبعا قلنا بالمركز الأول ميونخ أغلى مكان للعيش في ألمانيا. طيب المركز الثاني، صنفوا المناطق المحيطة بميونخ، بميونخ يعني بالعربي، كثاني أغلى مكان للعيش في ألمانيا. الريف، ريف ميونخ فينا نقول، المناطق المحيطة، المناطق الحضارية بميونخ صنفوها على أغلى ثاني مكان في ألمانيا. طبعا سكان هذه المدن لازم يكون في عندهم راتب عالي جدا، لازم يكون في عندهم دخل قوي لتستطيع أنك تعيش في هذه المدن، في هذه الأماكن، وتصرف عليك وعلى عائلتك وعلى زوجتك وعلى أطفالك. يعني بيكون الوضع لازم يكون في عندك دخل قوي، لازم يكون عم تشتغل شيء يعني دخلك يكون مرتفع، أو على سبيل المثال عم تشتغل الزوج والزوجة عم يشتغلوا، هذا الشيء كمان ممكن يكون معقول للمعيشة في هذه المدن. طبعا يعني كمان يعني من الجهة الأخرى بيكون الرواتب بتكون شوي مرتفعة مع المناطق الريفية والمدن الصغيرة. عندنا ثالث أغلى مدينة في ألمانيا بعد ميونخ وضواحي ميونخ تجي فرانكفورت أم ماين، ثالث أغلى مدينة في ألمانيا.
طبعا فيني اذكر كمان المقدار، هن حددوا المقدار اعلى بمقدار مثلا مثل ميونخ 25.1 اغلى من المدن الاخرى، وايضا ضواحي ميونخ المناطق الحضرية قلنا 16.7 اغلى من المدن الاخرى في المانيا بالمقارنة مع الدول مع المدن الاخرى، وايضا فرانكفورت ام ماين 15.9 بمقدار، يعني الغلاء اعلى السكن على 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 رأس كل شيء بيجي السكن، اسباب غلاء المعيشة في هذه المدن بيجي السكن. فرانكفورت ام ماين قلنا 15.9 كغلاء. ايضا بالمرتبة الرابعة بعد فرانكفورت ام ماين بتجي شتوتغارت عاصمة مقاطعة بادن فورتمبرغ، بتجي من اغلى الاماكن في المانيا بمقدار شتوتغارت مقدارها طبعا 14.8 معدل الغلاء بالمقارنة مع الدول الاخرى. هلا هاي المدن اغلى المدن ذكرناها في المانيا للمعيشة مثل ما قلنا، وايضا رح نجي لارخص ارخص الاماكن في المانيا، بيكون فيها السكن الرخيص، بيكون فيها الكهرباء رخيصة، بيكون فيها يعني تدفئة المي، يعني بالمقارنة مع هذه المدن اللي ذكرناها بيكون في فرق كبير كتير، ولكن بنفس الوقت بيكون في يعني الرواتب ساعات العمل بيكون قليلة، يعني الأجرة بتكون قليلة، الموظفين بهذه المدن بيكونوا عم يشتغلوا أرخص مع المدن الكبرى مثل برلين أو ميونخ أو فرانكفورت أو شتوتغارت. في عنا منطقة فوغتلاند كرايس، هاي في ساكسن، فوغتلاند كرايس هاي بساكسن، تجي أرخص أرخص مكان للعيش في ألمانيا، أرخص منطقة للعيش في ألمانيا. وأيضا تجي مدينة غرايتس في تورينغن كثاني أرخص المدن أو المناطق في ألمانيا للعيش في مقاطعة تورينغن. بالمرتبة الثالثة في مدينة غورليتس، هي بتجي بمقاطعة غايناند بفالس، غورليتس يعني بالمقارنة مع المدن الأخرى بيكون ما فيها بعتقد أجانب أو لاجئين أو مهاجرين بالمقارنة مع الشمال الراين أو برلين أو المدن الأخرى الكبيرة، بعتقد أنه تعدادها السكاني بيكون قليل مثل ما قلنا. بالمرتبة الثالثة غورليتس في غايناند بفالس. في المرتبة الرابعة كأرخص الأماكن والمدن للعيشة في ألمانيا سالزلاند كرايس، إذن سالزلاند كرايس في ساكسن بتجي كمان من المرتبة الرابعة ضمن أرخص الأماكن للعيش في ألمانيا. هلأ إذا طالعنا السكن في إحصائية أخرى، إذا طالعنا السكن بدون السكن، بدون السكن شتوتغارت، مدينة شتوتغارت هي الأكثر تكلفة على مستوى ألمانيا بدون السكن طبعا. هلأ مشكلة كبيرة في ألمانيا يعانوا منها الناس هي السكن، هي السكن، غلاء الأسعار، غلاء وما عم تلاقي كمان، يعني غالي وكمان ما في. بدون السكن مثل ما قلنا شتوتغارت الأكثر تكلفة على مستوى ألمانيا، أيضا الأقل تكلفة للطلاب الجامعيين، أقل تكلفة للدراسة بتجي منطقة ليا، ليا هاي المنطقة الأقل تكلفة للأشخاص اللي عم يدرسوا لطلاب الجامعيين. هذه كانت أصدقائي أرخص وأغلى الأماكن في ألمانيا. طبعا هذا ما بيعني أنه خلاص ما في حياة والحياة بتكون صعبة جدا وما فينا نعيش بهاي المدن الغالية، لا بيكون كمان فيها شغل، فيها عمل، فيها رواتب كويسة، كمان مدن رخيصة اللي ذكرناها كمان فيك تعيش هنيك وتشتغل وما في أي مشكلة. مثل ما قلت بأول فيديو الجميع ميسور الحال في ألمانيا، مثل ما قلت بأول فيديو الجميع ميسور الحال في ألمانيا، يعني الجميع أوضاعه منيحة. أصدقائي هيك بنكون انتهينا من الفيديو، ما بعرف هون زارعين شيء ولا طالع لحاله من المطر، شايفين الطبيعة هون كل شيء خضار كل مكان، يعني سبحان الله من خلال المطر والأمطار الغزيرة اللي بتخطل كل يوم، يعني تقريبا أسبوعيا يوم أو يومين أو ثلاثة. احنا حاليا بأوائل الشهر 11. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، والجو غائم رح ينزل مطر على كل الأحوال. نلقاكم فيديو آخر.
والسلام عليكم.